مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. تفرجوا شو بدنا نشوف شو اليوم. احذر شو يوغا مات. نو شو احذر، هاي مخدة. مخدة يا بس طريقتها حلوة. ها طبعا لازم تفتحها. هاي الفوم ناتشس؟ لا فوم مخدة يا بابا. افتح. ايوة شايفين مخدة بس very soft. هاي عشان ايش الرقبة هيك. المهم نجربها ونحكي لكم. اللي بعده اللي بعده واو كمان واحدة. هذا ايش هذا؟ هذا مونستر 101 Air Buds، بس هذا different one I believe. هذه احنا شرينا من مونستر قبل هيك، هاي المرة الثانية بدنا نجرب التو مونسترز. انا عملت لكم ريفيو على مونستر، هاي نسوي واحد ثاني لانذر مونستر. صح؟ فبدنا نشوف الفرق بين التو مونسترز بالصوت والساوندز. شركة كويسة كتير وحوالي $80 I think الهاي، بس اعتقد انها من احسن الايربودز. طيب هذه ايش اخر واحدة ولا في كمان؟ طيب ايش ريموت كنترول؟ ممكن شو هذا؟ MP3 بلاير. وهاي عشان تحطها هون لما تركض، وهاي ايربادز معها، وهاي عشان السيارة، وطبعا USB-C عادية. وعاملين بيت والله، عاملين حالهم. طيب احنا جبناها عشان آدم يسمع عليها القرآن وهو يركض. يلا حط هاي، حطها نشوف. هاي هاي آخر واحدة. اوكي هاي اخر واحد. بي كيف ها ايوه ايوه افتح معك. افتح لنا دائما عندنا. اوكي دوكي عندنا تي. هذا تشاينيز تي. تشاينيز تي، علبتين من تشاينيز تي، وانا بحب التشاينيز تي. طيب هذا ضل اخر شيء عندنا التشاينيز تي. احنا حكينا عاملين له اوردر، يعني عملنا شويه شغلات هيك، ان شاء الله بتكون نستفيد منها. بنعمل لكم ريفيو لكل شيء. ضل تابعوا للقناه عشان يحضروا الريفيو. شو لازم يسوي ادم؟ اعملوا لايك كومنت. شوف الفيديو الثاني عن انبوكسينجز. احنا عندنا كتير انبوكسينج صار، وعندنا كتير ريفيوز. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.